الراديو 90 90، هواها مصري. طيب كل سنة وحضراتكم طيبين. بقى العيد الأضحى داخل على الأبواب، وكل الدولة بتستعد، وكل شركات المياه والصرف الصحي بتستعد، الخطط المرورية على قدم وساق بتشتغل عشان تأمين الطرق الخارجية. طبعا كل اللي بيشتغل في القاهرة وراجع بلده إن شاء الله بألف سلامة يحتفل مع أهله. الناس اللي هتصيف إن شاء الله في خطط مرورية موضوعة كتير. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة عاملة مجهود الصراحة الفترة اللي فاتت، عاملة مجهود أكتر كمان في الاستجابة لشكاوي كتير بتجيلنا، ولكن طبعا تعرفين سلوكياتنا برضه، هندبح وهنسد بلعات وهنسد حاجات، نعمل ايه؟ هل في خطة موضوعة من الشركة ولا لا؟ خلينا نروح للمهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى. يا باشمهندس مساء الفل. مساء النور يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب، وعيد سعيد على حضرتك وعلى الشركة كلها بإذن الله. حضرتك طيب والمواطنين بخير. نتعرف كده من حضرتك عن أكيد واضعين خطة للاستقبال لعيد الأضحى إن شاء الله بإذن الله. هو طبعا في حركة خطة طوارئ بننفذها طبقا لتعليمات الشركه القابضه. تمام. احنا عندنا غرفه عمليات متواجده على مدار ال 24 ساعه طول فتره العيد. متواجد فيها رئيس مجلس الاداره او من ينوبه ورؤساء القطاعات في كل واحد في مكانه. القطاعات والقطاعات متقسمه لمناطق، وكل منطقه ليها الاستاف الفريق بتاعها موجود. تمام. دي واحد، فكل المجموعه دي كلها ما فيش اجازات طول فتره العيد. وشغالين على مدار ال 24 ساعه على ورديه ورادي طبعا. والعمال متواجده والمعدات منتشر، عندنا 85 معده شفاط متواجده على مدار على مساحه القاهره بالكامل. تمام. موجوده في اماكنها وفي اماكن تجمعات المواطنين، اماكن الصلاه باذن الله، اماكن الساحات والاماكن الحدائق، والاهم من ده وده اماكن الذبح، المجازر الآلية والأماكن اللي بينتشر فيها الذبح. وبمناسبة حضرتك احنا بنناشد المواطنين أيوة. والجزارين أماكن الجزارة ما يرموش أي مخلفات في شبكة الصرف دي، بتسبب مشاكل كبيرة جدا. تمام. خصوصا الجزارين. تمام. يعني يمكن أماكن الذبح المجازر في تنسيق بيننا وبينهم وبيحافظوا على هذا الموضوع، إنما للأسف الجزارين اللي بيبيعوا في الاماكن الشوارع بيرموا المخلفات في شبكه الصرف، ودي بتسبب مشكله كبيره جدا. طب يا باشمهندس انا سمعت من كلام حضرتك ان في ورديات ومفيش اجازات والراحات ملغيه في العيد. طبعا. ليه يا فندم؟ يعني ايه ممكن يختار ليجل حاجه مثلا فالناس يعني مش عارف ايه هيحتاجوا انهم موجودين ليه؟ بتدخل بسرعه لو حصل اي سدد ولا اي حاله طارئه، بتتدخل بسرعه ما يبقاش في اي اعاقه للمواطنين اللي هتعيد، او الناس اللي عايزه تذبح والناس اللي تتعامل مع هيعيدوا، ولكن احنا كجهه مرافق. تمام. احنا متواجدين لخدمه المواطنين دي. فملغيه الراحات عشان كده. طب هو يا فندم لو انا لا قدر الله مثلا في اي انسداد في اي من المناطق انا بلجا لحضرتك ازاي؟ بتصل ب 175 175 ده خط ساخن موجود على مدار ال 24 ساعه. وحضرتك طمنتهم ان الناس موجوده حتى لاغي راحتهم وموجودين ان شاء الله لاي اختار باذن الله طول فتره العيد باذن الله. بس هياخدوا اجازه بعد العيد بقى يا باشمهندس؟ معلش ان شاء الله طبعا. العيد يريحوا بقى بعد كده بايام بديله باذن الله. يا رب كل التوفيق لحضرتك ان شاء الله مهندس عادل. يعني عاملين مجهود كبير صراحه في القاهره. مهندس عادل حسن رئيس مجلس اداره شركه الصرف الصحي بالقاهره الكبرى، ومن اكتر الشخصيات الصراحه من المسؤولين اللي بيستجيبوا معانا في اي شكوى بتيجي من حال بلدنا، بنتواصل معاه على طول، بنتواصل معاه في اي وقت. يعني انا عارف محمد صابر مش سايبه، يعني صبح ليل بيجي لنا اي اخطار بيتحركوا فعلا بسرعه جدا. فكان لازم نعرف الخطه الموضوعه بقى لاستقبال عيد الاضحى ان شاء الله. ناشد المواطنين ان بعد اذنكم الذبح ما نرميش اي من مخلفات الاضاحي ان شاء الله باذن الله، عشان ده بيسد وده هيسد الصرف الصحي وهيعود على حضرتك، فهتشتكي فهتلاقي العيد باظ بالنسبه لك. ففي اكيد اماكن هتوفرها محافظه القاهره وهتوفرها كل المحافظات. يعني هي مناشده الصراحه مهندس عادل هنا مش للقاهره بس. هو رئيس مجلس اداره شركه الصرف الصحي للقاهره، ولكن المناشده دي اعتقد لكل المحافظات اللي بتسمعنا دلوقتي. اعتقد ده يعني نخلي العيد يمشي كده بسلامه باذن الله، وما يحصلش اي انسداد في اي من الصرف الصحي بأي من المحافظات.